رجاء حي لما أباد الموت قلنا يسوع حي كان الموت عقوبة حول ألم المصلوب يا هني يا للي في المحبوب ظفروا ضفروا الكلام بايات الانجيل قولوا الرب آم صعد بالتهليل قضى على الموت وانار لنا الحياه ونور الخلود ببشرته المفرحة من اجل خطايانا مات يسوع الكبار وقم لي حياه الابرار ضفروا الكلام بآيات الإنجيل قولوا الرب قام صعد بالتهليل شكرا لك يا أبانا قومتنا معاك وأجلستنا في السماويه وياه يلا نقوم بايمان ان كنا متنا معاه فلا نحيا الا حياه مربوطه معاه عبروا الكلام بآيات الإنجيل قولوا الرب قام عيدوا بترتيب اطلبوا ما فوق يلي قمتم معاه مكان ما الرب جالس عن يمين الله واللي مات معاه حياته مخفاة في المسيح فالله يا عز ويا هنا ضفروا الكلام بآيات الإنجيل قولوا الرب قاموا عيدوا بترتيب ضفروا الكلام بآيات الإنجيل قولوا الرب قاموا عيدوا بترتيب مشاهدينا الكرام كل سنه وحضراتكم بكل خير وبكل سلام المسيح قام بالحقيقه قام وده ايماننا انه الهنا حي الذي يستطيع ايضا ان يقول ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر لابد ان يكون حي ولابد ان يكون قام والى ابد الابدين هو حي شكرا يا اخ بيتر على الترنيمه الجميله ربنا يباركك ويستخدمك أكثر وأكثر لكن هل فعلا المسيح قام؟ هل نستطيع أن نثبت قيامة المسيح؟ هل قيامة المسيح هي حقيقة تاريخية؟ أم مجرد حقيقة إيمانية ليس لها تاريخ؟ ولماذا نؤمن؟ لماذا نؤمن بأن المسيح قد قام؟ إيه أهمية الإيمان بقيامة المسيح؟ عزيزي المشاهد احنا بنرحب بيك مره تانية وكمان بنرحب بكل مداخلاتكم وبكل تساؤلاتكم بخصوص حقيقه قيامه المسيح ولماذا نؤمن بقيامه المسيح؟ تليفوناتنا موجوده على الشاشه ويساعدنا استقبال كل مداخلاتكم وكل استفساراتكم ونفسي تتصلوا بينا تقولوا لنا يعني ايه بالنسبه لكم ان المسيح قام من بين الاموات. امين بشكر على الكلام الرائع وبشكر كل متابعينا ومشاهدينا بعيد على كل متابعي قناة الحياة برنامج عبر الكتاب في كل مكان وبقول له المسيح قام من أجلك ما قامش علشان يكون بيثبت مجده ولا ألوهيته ولا سلطانه على الموت فقط لكن كل ده في النهاية الهدف منه أنه يضمك تاني بعد ما فقط امتياز الحياة معاه بشكرك أسيس أشرف أفهم. وبرحب بيك مرة تانية أهلا وسهلا وعايزين النهارده ندخل في الموضوع على طول بالظبط القيامة م -م. أيام القيامة أيام الهدف الأخير من الصليب والألام هو القيامة م -م. الهدف أنه نكون زي ما كنا بنرنم أنه أقمنا وأجلسنا معه م -م. في السماويات وده سبب سرورنا وترنمنا وتسبيحنا ولولا القيامة ما ينفعش الصليب يعني ايه فايده الصليب بدون قيامه؟ في ناس بتركز بس على الصليب وبتركز بس على الالام وبتحس بالشجن مع الالام طيب وبعد الالام دفن وبعد الدفن في النهايه ايه الموضوع؟ العيد يوم القيامه عشان كده النهارده بنعيد وبنحتفل بقيامه الرب يسوع. لماذا نؤمن نحن كمسيحيين بالقيامه؟ ده سؤال مهم جدا، لماذا نؤمن بالقيامه؟ اول حاجه خليني اقول حقيقه مهمه اوي اتفضل قيامه المسيح نحن نؤمن بها لانها بتبرهن على صدق كلامه يعني القيامه نفسها هي تاكيد على انه المسيح صادق في كل ما يقول م. دايما الكذاب في واحده كذاب في الكل م. يعني اللي يكذب في واحده يبقى بيكذب في الكل طب المسيح اتكلم عن قيامته كويس واتكلم عن موته وعن قيامته قبل موته وقبل قيامته بفترات طويله. هقول بعض الايات. اتفضل. يقول الكتاب في متى 16 من ذلك الوقت ابتدى يسوع يُظهر لتلاميذه انه ينبغي ان يذهب الى اورشليم كويس ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنه والكتبه ويقتل وفي اليوم الثالث يقول. يبقى المسيح مش بس محدد انه انه هيقوم يعني ممكن واحد يقول ايه؟ و... وهقوم. يعني لا هو عارف فين امتى هيقوم؟ امتى الساعه وامتى اللحظه اللي هيقوم فيها من بين الاموات؟ وفي اليوم الثالث ايه؟ يقوم, يقوم من بين الاموات. آه الحاجه الثانيه اللي قالها برضو رب يسوع وفي في متى ست 17 ست... وعدد 22 يقول: وفيما هم يترددون في الجليل قال لهم يسوع ابن الانسان سوف يسلم الى ايدي الناس فيقتلونهم وفي اليوم الثالث يحصل له ايه؟ يقوم, يقوم. نفس الحقيقه في اليوم الثالث يقوم. حاجه شاهد اخر وفيما كان يسوع صاعدا الى اورشليم اخذ الاثنى عشره تلميذة العنى انفراد في الطريق وقال لهم ها نحن صاعدون الى اورشليم وابن الانسان يسلم الى رؤساء الكهنه والكتبه فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الأمم لكي يهزأ به ويجلدوه ويصلبوه وفي اليوم الثالث يقوم دي أقوال من فم دي الرب نفسه. اقوال من فم الرب يسوع نفسه مرقس ثمانية وابتدأ يعلمهم ان ابن الانسان ينبغي ان يتألم كثيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وبعد ثلاثة ايام ايه يقوم كويس يبقى الرب يسوع اكثر من مرة يقول لهم انه ابن الانسان يسلم ابن الانسان يتالم ابن الانسان يسلم يسلم ويتالم ويجلد ويسلمونه الى الامم يحكمون عليه بالموت وفي اليوم الثالث ايه يقوم, يقوم. مين في التاريخ البشري مين في التاريخ البشري يعلم تفاصيل موته وما سيحدث بعد موته مفيش مفيش حد ما فيش حد. ولا أي حد حتى الأنبياء اللي بيتكلم عنهم الكتاب المقدس لو حتى بدأنا من أول آدم وقعدنا ندرس في الكتاب المقدس من آدم إلى إلى ملاخي في العهد القديم إلى يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان حتى وهو في السجن ما كانش يعرف إيه اللي هيحصل له بعد كده، الوحيد الذي عاش على هذه الأرض يعلم ساعة صلبه ويعلم ماذا سيحدث له عند صلبه. ومين اللي هيسلمه والامم هي دورهم ايه واليهود هيكون دورهم ايه ورؤساء الكتبة هيعملوا ايه ويجلد و... 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 ويوضع على رأسه اكليل شوك كل هذه الاشياء وبعد ثلاثة ايام يقوم ايه يقوم بعد ثلاثة ايام هيقوم واللافت للنظر كمان انه عمري في حياتي ما شفت حد بيتكلم عن موته الشخصي ب, ب... ب... بسرور وبفرح ومستنيه ومحدده ومين عمره دخل على الموت بفرح وسرور؟ ده ده كلمه الموت مرعبه عشان كده الكتاب قال لنا ايه؟ من اجل السرور الموضوع, الموضوع أمامه, امامه احتمل ايه؟ الصليب مستهينا بالخز فالرب يسوع اتى لكي يموت وهدف مجيئه الاساسي وتجسده ودخوله الى هذا العالم لا لكي يكون معلم عظيم مع انه اعظم معلم عاش على هذه الارض ولا ليكون مصلح اجتماعي ولا ليكون مؤسس ديانه, الرب يسوع اتى لكي يموت نيابه عنا نيابه عن كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد الى طريقه طيب والرب وضع عليه اثم جميعا رائع جدا حضرتك ذكرت لنا دلوقتي صدق كلامه ما هو يثبت ويؤكد على صدق كلامه. طيب. هل فقط القيامة بتبرهن صدق كلامه؟ لا لا ل ل ل القيامة في أشياء تانية كتير بس دي أول نقطة دي أول بدأت نقطة. بيها آه. لأنه إذا كان المسيح فيما يتعلق بالمستقبل م. وفيما يتعلق بموته وبقيامته أعطانا كل التفاصيل بالدقة م. كويس؟ فبالتالي كل ما قاله يسوع يستحق أن نثق فيه ويستحق ان نقبله ونقبل مصداقيته لانه في كل ما قال هو صادق وفي كل ما انبا عنه هو صادق حتى النبوات المرتبطه بنهايه الزمان فلا نخجل ولا نرتعب ولا يهتز ايماننا. ووعده كمان صادق حتى في ايه اخرى كمان ها نحن صاعدون الى اورشليم في نفس الوقت يحكم يقوم في اليوم الثالث. قيامه المسيح بقى مش بس بتبرهن على صدق كلام المسيح لكن كمان قيامة المسيح بتبرهن على لاهوته على طبيعته مين هو ده السؤال دايما اللي كان بيسألوه البعض أيام مكان المسيح على الأرض من هو هذا حتى الرب يسوع في قيصريت في لوبوس لما جمع التلاميذ قال لهم من يقول الناس اني انا ابن الانسان قالوا له الناس عندها يعني افكار كثيرة البعض بيقول ان انت الي البعض بيقول ان انت واحد من الانبياء البعض بيقول كذا طب وانتم من تقولون فجاء الاعلان الالهي من الاب لبطرس انت هو المسيح ابن الله الحي كويس حتى لما الرب يسوع هدى البحر والريح وقال البحر اسكت وابكم والتلاميذ لما سمعوا هذه الكلمات وشافوا ان البحر بعد امر المسيح بيهدى قالوا من هو هذا حتى حترك. ان البحر والريح م. ايه يطيعانه ده عنده سلطان على م. على الـ 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 الطبيعه من هو هذا قيامه المسيح بتؤكد التاكيد القوي جدا على طبيعه لاهوت المسيح والاكثر واكثر سلطانه على اخر عدو يبطل هو, هو الموت وهنتكلم عن يعتبر... الجزء ده فعلا آه. آه لكن مثلا نشوف هنا يقول فسال لما في ايام محاكمته لما وقف قدام رئيس الكهنه آه. فساله رئيس الكهنه قيافه في ذلك الوقت فساله رئيس الكهنه ايضا وقال له أنت المسيح ابن المبارك؟ احنا لسه برضو عندنا سؤال عايزين نساله لك أأنت المسيح ابن المبارك؟ فقال يسوع أنا هو أنا هو وسوف تبصرون ابن الإنسان جالساً عن يمين القوة واتياً في سحاب إيه؟ في سحاب السماء. السماء. نتيجة لكده رئيس الكهنة شق ثيابه وقال ما حاجتنا بعد إلى شهود قد جدف ليه؟ لأنه المسيح رجع بالكلام ده إلى سفر دانيال وأصحاح سبعة. اه كويس؟ واللي بيتكلم عن رؤية دانيال لابن الإنسان. الذي أعطي سلطانا وملكوتا لا يزول والذي له تخضع جميع الشعوب وجميع الامم رئيس الكهنة لما سأل الرب يسوع هذا السؤال وقال له انت انا هو انا هو وسوف تبصرون ابن الانسان جالسا عن يمين القوة واتيا في سحاب السماء ده بيأكد لنا ان المسيح هو ابن الله لكن ده كلام المسيح كويس فكلام المسيح بيؤكد انه هو الكلمة المتجسد لكن لما نيجي بقى للقيامة القيامة هي البرهان العملي م. لطبيعة المسيح على أنه ابن الله مش كده بولس الرسول في رمية واحد وعدد أربعة لينية وتعين كلمة تعين مش أنه واحد ما كانش متعين وتعين يعني يعني ما كنتش في الشركة بشتغل وبعدين عينوني لا وتعين يعني أظهر م. يعني وضح قدام العالم كله و demonstrated قدام العالم م. كويس؟ أنه المسيح هو ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات يسوع المسيح ربنا م. وتعين ابن الله يعني أظهر أمام العالم أنه فعلا المسيح الذي عاش أظهر للعيان قدام العالم كله المسيح الذي عاش في الجليل وكان يقول يصنع خيراً والذي حكم عليه بالموت والصلب والذي دفن كويس قام من بين الاموات اظهر للعيان انه هو ابن الله بالحقيقه هذا ابن الله رائع جدا يعني فالقيامه برهان مهم جدا للاهوت المسيح واثبات بنوته لله وسلطانه قيامه المسيح بتبرهن لنا حاجات كثير انا عارف آه. آه ايه تاني نقدر نقول انه قيامة المسيح برهنته كويس يبقى احنا قلنا قيامة المسيح بتبرهن على صدقه على صدق كلامه كويس بتبرهن على صدق كلامه تمام قيامة المسيح بتبرهن ايضا على لاهوته لاهوته طبيعته اللاهوتية قيامة المسيح بتؤكد غفران خطايانا ايش ضمنني انه ذبيحة المسيح اللي قدمها على الصليب قبلت نيابة عني م. كويس ما هو ما هو كلام سهل لكن ايه البرهان او الدليل على انه لما انا بؤمن بالرب يسوع كويس وبقبل عمله الخلاصي انه خطاياي بتغفر قيامته من الاموات ليه لانه قيامته من الاموات هي تاكيد على قبول الاب لذبيحة الابن الذي دخل مرة بذبيحة نفسه إلى قدس الأقداس فوجد لنا فداء أبديا عشان كده لما نقرا عن دعوه الرسل للخطاه وللاثمه جوهر هذه الدعوه هو تعالوا للمسيح فتغفر خطاياكم، على اي اساس؟ على اساس انه مات وقام من بين الاموات. عشان كده لما نسمع مثلا بطرس في اعمال اثنين يقول فقال لهم بطرس توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح، لغفران ايه؟ الخطار. لغفران الخطايا، فتقبلوا عطية الروح القدس، إن أنت لما بتقبل المسيح م. كويس؟ بتقبل المسيح وبتقبل عمل المسيح الذي صنعه من أجلك على عود الصليب، أنت بتغفر خطاياك. طب إيش ضمني إنه أنا خطاياي بتغفر؟ ما أنا ممكن آجي أقول كلام زي ما تقول، وأنا أصدقه، بس يطلع في الآخر مفيش، يعني 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 يا اما كلام كذب يا اما كلام اوهام لكن ايش ضمني انه دعوه المسيح كويس بانه لما اتي اليه تغفر خطاياي الضمان انه المسيح مات من اجل خطاياي الضمان ايضا ان المسيح قام فبالتالي فعلا هناك غفران خطايا في لي في المسيح يسوع الذي دفع حياته ثمن لخطاياي لما بنيجي نسأل ناس كتير نقول لهم مش مسيحيين نقول لهم انتوا ضامنين النهايه هتكون ايه؟ ضامنين يوم ما تختم حياتك على الارض يوم ما تنتهي ساعاتك على الارض هتفتح عينك فين؟ هتكون فين؟ يقول الله هو اعلم مم. لان هو مش عارف ومعندوش اليقين بحقيقه ذهابه فين؟ مم. انا رايح فين؟ لكن احنا بنقول مع بولس انا آآ آآ عالم بمن أمنت. بمن امنت فاحنا عارفين صدق كلام مين اللي قال؟ مم. مين اللي وعد؟ مين اللي اللي اتكلم وضمن لينا مم. الغفران الخطايا صح فثقتنا في شخص المسيح هي اللي بتدينا مبنيه على على قيامته، وعشان كده كمان في كورنثوس الاولى 15 17 يقول ايه؟ وان لم يكن المسيح قد قام، حاططها بالنيجاتيف هنا. مم. يعني لو المسيح لم يكن قد قام لو المسيح ما زال في القبر كويس فباطل ايمانكم انتم بعد في خطاياكم يبقى خلاص يبقى مش بس ان المسيح ما قامش لكن كمان فكره انه مات بديل عني ملهاش قيمه يبقى انا بعد في خطاياي لو لم يكن المسيح قد قام فباطل ايمانكم انتم بعد ايه؟ في انتم بعد في خطاياكم عشان كده قيامه المسيح هي تاكيد على انه ذبيحه المسيح التي قدمت نيابه عن خطايا العالم اجمع قد قبلت لما قال قد اكمل, أكمل. قد اكمل م. الحاجه الرابعه مش كده؟ الرابعه, الرابعة. قيامه المسيح هي تتميم لبررنا يعني ايه؟ التبرير هنا التبرير الـ لو حابين نعرف كلمه تبرير نبسطها عشان نبسطها نبسطها يعني ايه التبرير تبرير لو انا تخيلت ان الله قاضي قاضي عادل التبرير معناه هو اعلان الاله القاضي العادل بان الانسان المذنب الخاطئ قد سدد ديونه وهو حر طليق ده التبرير يعني يعني انا الله الديان بيعلن من على المنصه بتاعته انه بيتر او اشرف الان مبرر ما لهوش دين كويس فالمسيح مات من اجل خطايانا ها لكنه قام من اجل ايه واقيم من اجل ايه تبريرنا تبريرنا اقيم من اجل تبريرنا ده, ده ده ابسط معنى ده ابسط التعريف معنى للتبرير تعريف للتبرير كويس فالتبرير هو انه انا اتبررت بخلال المسيح انه بر المسيح حسب لي انا ايضا ايه بر م انا زي ما المسيح مات انا لما بؤمن بالمسيح انا بموت مع المسيح وبحيا مع المسيح حياه جديده رأيك. فصارت آه كل ديوني آه آه غفرت. النقطة الخامسة اللي انا ذكرتها. الخامسة ولا شوي. ستة؟ احنا قلنا أول حاجة اوكي صدق صدق كلامه. تاني حاجة برهان لاهوتو لاهوتو بالظبط. آه، تالت حاجة قلنا ااا آه، آه، ذكرني تاكيد على غفران خطايانا تاكيد على غفران خطايانا وبعدين تبريرنا تبريرنا يبقى اللي جاي الخمسه يبقى اللي جاي الخمسه يعني <تبخل> برافو كويس كويس اعمل لك امتحان بعد مني واحده بس <تبخل> <تبخل> قيامه المسيح برهان على قوه المسيح على, الموت. مين مين اللي قام بقوه نفسه من الموت مش حد يعني دايما يقولوا طب انتوا عاملين عاملين زيطه على قيامه المسيح طب ما في ناس قامت طب ما العازر قام ما ابن أرملة قام ام بس والعذر قام بعد اربع ايام بعد ان أنتن م. وبعدين طب ليش اي قوم عمل معجزات اقامه موته إيليا عمل يعني يعني أنتوا عاملين ليه من قيامه المسيح كل هذا ال ال الامر ليه لانه المسيح قام بقوه ذاته وهنا زي زي ما زي ما بنجد انه الاب والابن والروح القدس اشتركا اشترك معا في الخلق، م. كويس؟ الاب والابن والروح القدس ايضا اشتركا معا في الفداء. م. وكمان قيامه المسيح منسوبه الى الاب والابن والروح القدس. كويس؟ فالمسيح قام بقوه ذاته. ما فيش حد قام من الاموات كده بقوه ذاته. المسيح راح لحد قبر العازر وقال له العاذر هلم ايه؟ خارجا. هلم خارجا. المسيح قام راح ولمس النعش بتاع ابن ارملة نين فقام <Mechanicsiri> وردوا إلى أمه أليشع <Means> أليا <certeza> كل هؤلاء صلوا إلى الله والله تدخل وأرجع الروح إلى الميت وأقامه لكن المسيح قام من بين الأموات بقوة ذاته بقوة نفسه لأنه هو رب الحياة هو قال كده أنه قال لمريم أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو مات فسيح هو القيامة والحياة هو الذي أقام ذاته هو يعلم الموت. إمتى لي سلطان أن أضعها ولي سلطان إيه؟ أن, أخذها. أن أخذها أيضا لي سلطان أن أضعها وضعتها في يوم الفصح م. ولي سلطان أن أخذها أيضا في اليوم الثالث عند الفجر في يوم الأحد أو الإسبوع قام يسوع المسيح من بين الأموات م. يعني سلطانه عش على الموت. سلطانه على الموت. على الموت علمين ان المسيح بعدما اقيم من الاموات لا يموت ايضا وهو م. كل الذين كل الذين قاموا من الاموات راحوا فين ماتوا فين العازر هو مات, مات. مات فين ابن, إبن ارمالتيين مات, مات. مات فين اللي قومهم عوالية؟ ماتوا واللي تشاف انما من الامراض كلهم بالضبط انما الوحيد الذي هو حي هو مين يسوع المسيح عشان كده هو لا يموت لا يموت ايضا ليه لانه قيامته هي في ذاته في طبيعته هو لا يموت لا يسود عليه الموت نهائي هو مختلف العازر ساد عليه الموت ابن ارمله اثنين ساد عليه الموت كل الذين قاموا ساد عليهم الموت اما الرب يسوع فلا يسود عليه الموت زي ما حد قال كل القبور لما تزورها يقول هنا يرقد فلان الفلاني اما قبر يسوع الوحيد اللي مكتوب عليه ليس هو ها هنا ليس هو ها هنا لكنه قام يعني فكمان انه يقول الكتاب ودون واقامنا معه واجلسنا معه في السماويات في يسوع المسيح شوف بقى كتير بتستصعب يعني مش عايز افوت بس النقطه اللي فاتت دي ناس كتير بتستصعب قبول فكره يعني انبياء ماتوا عندنا كتير رسل ماتوا عندنا كتير تلاميذ ماتوا ما هو بشر مم. لكن بنستصعب قبول فكره اله خالق هذا الكون اللي خلقني انا نفسي اللي وجد فيها الحياه مصدر الحياه يموت يذوق الموت كويس اولا اولا لازم نعرف ما بتركبش كويس اولا لازم نعرف طبعا هذا عظيم هو سر ايه؟ التقوى الله ظهر في الجسد لما نيجي نتكلم عن الرب يسوع احنا مش بنتكلم على على امور آم آم يعني آم آم تتعارض مع مع المنطق لكنها تسمو فوق منطق البشر م. احنا منطق البشر بتاعنا محسوس مبني م. على الخبره مبني على الاختبارات الشخصيه على الرؤيه على ال... انما لما نيجي نتكلم على طبيعه الله بنيجي نتكلم على اللاهوت والناسوت ها لما نيجي نتكلم انه المسيح انسان كامل واله كامل ها ولما نيجي نقول انه لاهوته لم يفارق نسوته احنا هنا بنتكلم على حاجات تسمو عقولنا لكنها لا تتعارض مع عقولنا يعني يعني وده اللي بيعمله الروح القدس ان الروح القدس يعطينا استنارة, استناره 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 القبول والفهم لعمل الله ولطبيعه الله. فلما اجي اتكلم عن الموت اللاهوت لا يموت. الله لا يموت. الله هو مصدر الحياه هو لا يموت. زي ما الله ليس له بدايه هو ايضا ليس له نهايه. كويس؟ فالله لا يموت. لكن الانسان الكامل يسوع المسيح الذي الكلمه الذي صار جسدا. مسلمة، لكن لاهوت لم يفارق نسوته حتى في القبر لاهوت لم يفارق نسوته حتى وهو على الصليب لاهوت لم يفارق نسوته. زي ما أباء الكنيسة على مدار العصور حاولوا يدوا بعض الأمثلة يعني يبسطوها لنا هو طبعا أي تشبيه بيعجز عن الوصف الكامل طبعًا. طبعا. لأن احنا بنتكلم على أمور خاصة بالله مم. كويس وما ابعد احكامه اذا كانت بس احكامه وطرقه ما ابعد احكامه عن الفحص وطرقه عن الاستغراب فما بال شخصه وذاته وطبيعته كويس آه لكن أبال الكنيسه على مدار التاريخ حاولوا انه يدونا بعض التشبيهات فانا ممكن اقول تشبيه واحد منهم. اتفضل. آه قال لما تجيب قطعه حديد م. وتدخلها جوه الفرن انت مسكت قطعه الحديد دخلتها جوه الفرن بس وانت بتطلعها من الفرن انت بتطلع قطعه حديد حمراء صح؟ حراره ممتزجه متحده بهذا الحديد هل تستطيع ان تفصل الحراره عن الحديد؟ لا طبعا يعني يعني فلاهوتو لم يفارق ناسوتو حتى في الفرن يعني حتى في نقول الالم انه اللي ذاق الموت او اللي, اللي جاز في هذا الممر هو يسوع الإنسان, الإنسان yeah. لكي يغلب الموت عشان كده يقول إنه يقول لنا في عبرانيين التشارك بالظبط عبرانين 2 14 لنا mm -hmm. إذ إذ قد تشارك الأبناء في اللحم والدم اشترك هو أيضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت, بالموت ذاك الذي له إيه؟ سلطان يعني الموضوع. هو أخذ دم ولحم زينا كويس mm -hmm. لكن بلا خطيه لكي يبيد بموته لعشان يبقى نائب عني، ما ما ينفعش يبقى آه آه نائب عني مش من طبيعتي م. فلازم هو ياخد طبيعتي عشان ينوب عني يلبس عبيتي يلبس عبيتي اه بالظبط يبقى واحد مننا م. ها عشان ينوب عننا آه ودي دي عظمه التجسد اللاهوت هنا ما تاثرش كما يقول البعض انه ازاي الله منزه عن انه يدوق الموت او يدخل في الموت او يعبر من المعبر ال بتاع الانسان ده ده, ده الانسان اللي اللي بيموت ازاي الل الله فهو اللبس ما بين انه مين اللي مات وهل هو مازال ميت ولا هو داس دخل في مواجهه مباشره مع الموت علشان يغلب الموت مش علشان يتغلب من الموت هو ما تغلبش من الموت هو هو المسيح مات؟ يس. هو قال كده. يموت. و... وموت يعني موت. اه طبعا. <applause> 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 يعني يعني قفل عليه القبر مش مش, مش موت 99 و9 من عشره. لا, لا. طبعا. كامل كل حاجة. موت كامل المسيح طبع. مات. كويس؟ وليه؟ لأن أجرة الخطية موت فكان مم. لابد أن يموت نيابة عنا. مات مم. المسيح. لكنه المسيح كاله كالكلمه كاللاهوت لا يموت. اكيد. كويس؟ ودي دي ده اللي جعل ذبيحه المسيح ذبيحه غير محدوده. ده اللي جعل ذبيحه المسيح ذبيحه مقبوله. ده اللي جعل ذبيحه المسيح انه كفاره لا من اجل خطايانا فقط بل من اجل خطايا العالم اجمع. م. لانه صار غير محدود. وده بيقودنا للنقطه اللي جايه انه ده اللي ادانا النصره والغلبه على الخطيه. بالظبط بس في ايه جميله انا حابب اقولها برضو مم. للاخوه المشاهدين لانه الايه دي انا انا بالنسبه لي مصدر تشجيع دايما بالاخص في الظروف اللي بيمروا بيها في وطننا العربي مم. وفي الاخوه المضطهدين والمتالمين والمحتاجين الى تشجيع من رب يوحنا كان كان منفي في جزيره اسمها باتموس كويس وممكن المنفي في جزيره ده يبقى عنده اسئله كثيرة م. طب يعني انا انا عمري كله قضيته, قضيته معاك يا رب أوه. تفينك يعني فالمهم هو راى المسيح يقول الكتاب فلما رايته سقطت عند رجليه كميت راى المسيح بمجده يقول فلما رايته سقطت عند رجليه كميت فوضع يده اليمنى علي قائلا لا تخف ودي ده اللي بيقوله هنا الرب لكل شخص متالم خائف منزعج مضطرب مش عارف بكره في ايه ومش عارف احوال البلد رايحه على فين مش عارف الناحيه الروحيه راح على فين خايف يروح الكنيسه خايف يروح الكنيسه خايف على اولاده خايف على على شغله خايف على حياته م. خايف على المؤمنين في مصر خايف م. على عمل الله في العالم م. العربي بيقول لك الرب لا تخف ليه بقى؟ لأنه الـ 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 عدم خوفنا مش مبني على أمنيات وأوهام الرب بيقول لك لا تخف لي رب لا أخاف أنا هو الأول والآخر أنا صاحب الكلمة الأولى والأخيرة أنا هو الأول والآخر أنا أيضاً الحي أه؟ وكنت ميتا انا مت من اجلك وها انا حي الى ابد الابدين طب اذا كان الله حي الى ابد الابدين هو ده اللي قال كده بولس قال كده قال ان كان الله معنا فمن, فمن علينا. علينا ومش ممكن ابدا حد يكون معايا الا اذا كان حي يعني يعني اللي باباه مثلا بينتقل او اخوه الكبير بينتقل او المصدر الامان عنده بينتقل آه ما بيقولش آه انا مش خايف لانه بابايا معايا لا بابا مات يعني هو بيدور على واحد حي يبقى ماسك فيه لكن احنا بنقول انه احنا لا نخاف ليه لانه يسوعنا مم. حي ولان يسوعنا حي فهو معنا وعشان كده الوحيد في يعني لا تجد مثلا في الاسلام ها آه آه يقدر يقول ها انا معكم انت مين انت مين you are nothing انت مين انت مت ده انت تسميت كويس انت مين انت انت عندنا قبرك تقدرش تكون معانا كويس لكن المسيح لانه آمن بين الاموات لانه انتصر على الموت لانه حي الى ابد الابدين هو الوحيد اللي قال لتلاميذه دفع الي كل سلطان ممن في السماء ومن على الارض وها انا معكم كل الايام, كل الأيام والى انقضاء الدهر فلانه معانا حتى في وسط الاتون هو معانا حتى في وسط السجن الداخلي زي ما كان مع بولس وسيلة هو معاهم هو لا يتركنا لا يهملنا وكنت و ميتا ده اكبر اثبات انه كان اه اه مازالش ما لا لا يعني ده حدث خد فترة وخلصت وقبره قالت. عندنا بس فاضي بالظبط <applause> فبيقول كنت ميتا ما مش ما زلت ميت وما فيش حد بيتكلم إلا إذا كان حي بالظبط وليه مفاتيح الهوية والموت يعني كلمة الأولى للرب ولمسيحه قيامة المسيح كمان واحدة من الأشياء اللي مهم إن احنا نؤمن بقيامة المسيح لأنه قيامة المسيح بتؤكد نصرته وغلبته م. المسيح أتى في متواضع. أتى في اتضاعه. أتى في اتضاعه. في في حاجات في في علم اللاهوت بنسميها مرحلة الاتضاع ومرحلة التمجيد للرب يسوع. مرحلة الاتضاع بتشمل تجسده كلمة صار جسدا خ... لبس م. لبسنا كويس؟ مرحلة الاتضاع بتعني حياته عاش المسيح حياة فقيرة لم يولد في قصور آه، لم يكن عنده جيش آه؟ آه، 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 لم يكن له مكان أين يسند رأسه آه؟ آه، ده الاتضاع أنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس فالتجسد والحياة والحاجة الثانية الموت دول ثلاث مراحل الاتضاع المسيح وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب لكن هناك في مراحل اخرى بنسميها مراحل التمجيد. هي القيامه. اولها القيامه. انه قام من بين الاموات منتصر غالب. حاجة الثانيه الصعود صعد هو فوق الكل هو راسا للكل والحاجه الثالثه اللي هتكتمل في مجيئه الثاني. مجيئه الثاني لما ياتي للدينونه. فقيامه المسيح بتؤكد نصرته وغلبته، نصرته على ايه بقى؟ يقول لنا الكتاب عن الرب يسوع هو دا قد غلب الاسد الذي من سبط يهوذا اصل داود ليفتح السفر ويفتح ويفك ختومه السبعه هو مش الحمل ها اللي اتى وقدم على عود الصليب من اجلنا لكنه هو ايضا ايه الاسد الغالب م. يقول كمان في رؤيه نشر وسمعت صوتا عظيما قائلا في السماء الان صار خلاص الهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه لأنه قد طرح المشتكي على اخوتنا الذي كان يشتكي عليهم امام إلهنا نهارا وليلا قيامة م. المسيح كمان بتؤكد قيامتنا احنا ايش آه. ضمنا انه احنا بعد ما نموت هنقوم كمؤمنين ايه الضامن إدام. قيامة المسيح قيامة المسيح عشان كده بيقول لنا ايه بولس الرسول؟ م. يقول لنا ولكن الان قد قام المسيح من الاموات وصار باكوره الراقدين، يعني إيه؟ اول من قام أول من بين من قام الاموات. كويس؟ فبما انه باكوره فهناك ايه؟ نحن نتبع. وعشان كده بولس الرسول في تسالونيكي يقول لهم لا نحزن كالباقين الذين لا رجاء له لهم ها؟ أه؟ لانه هيجي وقت عندما عند البوق الاخير الأموات في المسيح سيقومون أولا ثم نحن الأحياء نتغير وحينئذ نكون مع الرب كل حين عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام فقيامة المسيح بتدينا رجاء ده اللي في بي قيامتنا بيفرق ما بين أولاد الله اللي جواهم الرجاء ده وجواهم اليقين يقين واثقين من ده وما بين ناس شك مهزوزة مش عارف يقول لك الله أعلم أنا ما أعرفش لو مت النهاردة أروح فين يعني ربنا اللي يعرف في في الحياه المسيحيه الحقيقيه كل حاجه مؤكده م. يعني خلاصك مؤكد ليه؟ لانه المسيح اكده قال قد اكمل م. م. غفران خطاياك غفران خطاياك مؤكد, مؤكد لان المسيح مات وقام من اجل تبريرك مؤكد مروحك للسماء مؤكد ليه؟ لأنه في بيت أبي منازل كثيرة وإلا إني فقد قلت لكم أذهب لأعد لكم مكان وإن أعددت لكم مكان آتي أيضا وأخذكم حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا والحاجة الجميلة في الإيمان المسيحي إنه إنه خلاصي وأبديتي مش متوقفة عليا مش متوقفة على أعمال, أعمال أعملها ده اللي قصدي أقوله مش متوقفة إن أنا أعمل كذا وكذا 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 لا متوقفة على عمل المسيح وبما إن المسيح قد عمل الكل وانا في المسيح وقبلت عمل المسيح فانا مع المسيح والايمان الحقيقي ودي نقطه حابب كده ايمان الحقيقي له ثمر يعني مش معنى ان انا قبلت المسيح أن حياتي عايش في يعني في في بعيد عن الرب وفي الشر واقول ان انا قبلت المسيح لا الايمان المسيح الحقيقي له ثمر من ثمارهم تعرفونهم كويس لكنه لان المسيح اكمل كل اللي عمل وانا قبلت عمل المسيح وغيرني ها فانا صرت ابن له كمان حاجه اخيره قيامه المسيح بتأكد انه الديان على اي اساس المسيح سيدين لو هو كان مات وانتهى على اي اساس طب هو ميت ما هو العظام بتاعته وقبره موجود عندنا ونروح نشوفه ونزور قبره ونتبارك بقبره زي ما بيعمل الكثيرين من الناس اللي بيؤمنوا باموات، كويس؟ لكن على اي اساس المسيح هيدين؟ على اساس طبيعته؟ يس، لان هو الديان قد دفع الي كل سلطان، كويس؟ لكن كمان على اساس قيامته من بين الاموات. على اساس أنه هو الذي قام منتصرا من بين الاموات، شوف الايه الجميله دي. مم. يقول لهم في اعمال 17 بولس الرسول يقول لاهل اثينا فالان فالله الان يامر جميع الناس في كل مكان ان يتوبوا متغاضيا عن ازمنه الجهل لانه اقام يوما هو فيه مزمع ان يدين المسكون بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع ايمانا اذ اقامه ايه من الاموات خلي بالك هنا برجل كلمه رجل بعض الاخوه المسلمين يقول لك اه شايف اهو انتوا عمالين تقولوا على المسيح هو الله المتجسد اهو بيقول عنين رجل كلمه رجل بمعنى انه متجسد مم. مش بمعنى انه يعني المسيح تجسد ها ولما هياتي في مجيئه الثاني هياتي بالهيئه التي صعد بها راه التلاميذ وبداية. صاعدا وفي بدايه الايه بنفس المت... الشكل الله هو اللي بيامر يامر جميع يعني الناس الآيب. بالظبط مظبوط ولا انا ده الله مشاهد. هو اللي بيامر جميع الناس ان يتوبوا متغاضين عن ازمة النجاه لانه هو اقام الله الاب هو الذي اقام يوما واقام الديان واعطى الابن الدينونه ان يدين يوحنا خمسه م. كويس ومقدما ايمانا اذ اقام مقدما للناس الايمان والتوبه والرجوع بالاذ اقامه من الاموات يعني هناك قيامه المسيح هي الايمان اللي بيجعلك وهنا تنقذ. وهنا دور الله باين برضو في زي ما حضرتك قلت الاب والابن الاب والابن هنا بالزبط. دوره باين في انه اقام المسيح من بين الاموات والمسيح اقام نفسه فرجل هنا واضحه قوي انها الابن يعني بالظبط هو الابن يعني. اللي صعد لانه بنفس الهيئه اللي صعد بها الرب يسوع هياتي بها فهو أعلى. الديان بالظبط قيامه المسيح تقدم رجاء حقيقي للحياه الابديه امين يعني إذ إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح أشقى جميع فنحن أشقى جميع الناس آه. تمام كده؟ تمام إحنا كدا. بطلنا نعد <applause> <applause> ما كتير أنا عارف إن في أكتر من كده. آه طبعًا. يعني قيامة المسيح أعطت لينا. لا طبعًا. آه دي الحاجات المين الأساسية آه آه آه. اللي هي غفران الخطايا والضيق وإنه. تبرير. والتبرير ولهوت المسيح وأسبق ولهوته وأسبك لهوته وسلطانه على الموت مم. وكل الأمور مم. الكبيرة اللي القيامة عملتها. بالزبط. لكن كل واحد أنا أثق إنه مم. كل واحد القيامة بالنسبة له آه بتعمل في حياته بشكل مختلف عن الثاني. آه كل ما أنا بشترك مع. المسيح اكتر في آلامه كل ما انا بأمجد اكتر مم. معاه كل يوم صح وبختبر قيامه قيامه, قيامة آه مختلفه كل يوم في حياتي مم. وكل ما بطلع من خط لاين الصليب والآلام كل ما, ما اختبار القيامه بالنسبه صح. لي بيختفي تدريجيا وبعيش في الموت مم. لان هي معادله مم. دي تساوي دي بالظبط والاب متى المسكين قال كده عباره شهيره جدا يعني قال انه الالم والمجد وجهان لعمله واحده فانا السكه سكه الصليب والالام نهايتها سرور زي ما الرب كان بيتكلم فاتمنى ودي ودي يعني في كل واحد يدرك انه القيامه مم. مش ببلاش بالزبط. يعني في ناس بتاخد القيامه ك يلا افراح القيامه وهي والناس كلها بتعيد آه خريستوس انيستي قال المسيح قام كل ده رائع بس قبل القيامه كان في ايه ما برضو خلينا نشوف قبل القيامه ايه اللي حصل عشان يحصل قيامه فالنقطه دي مهمه النقطه اللي, اللي نفسي يعني حضرتك تدينا شويه اتساع فيها من الوقت على قد ما حضرتك يعني تقدر انه النفس اللي انا بتكلم فيه بس انا عايز اعرف كواحد مؤمن او مختبر او أنا مش مستمتع بالقيامة دي في حياتي أو مش مش قادر أكون عايشها ومفعلة في حياتي بشكل واضح وأقدر إيه الخطوات العملية اللي أقدر أعملها؟ إيه اللي أمشي فيه علشان أقدر أوصل وأقول أنا قائم قائم أنا مؤمن بس مش كل مؤمن قائم مع المسيح ومش كل مؤمن المفروض أن كل مؤمن المفروض قيمة مع المسيح مع المسيح وجالس معه في السماء بس في مؤمن يقول لك أنا ما زالت في حاجات ولسه دي ولسه دي عايز قيامه في دي وعايز قيامه في دي عايز قيامه في الضعف دي وعايز قيامه في, في نقط كتير فيها مم موت مم في حياتنا اه واحنا مؤمنين محتاجين فيها قيامه اه الكلام اللي انت بتقوله ده هياخدني الى نصين في الكتاب المقدس مش موجودين على الباوربوينت بس اه انا اه النص الاولاني موجود في روميا واصحاح ستة اه وده جزء مهم جدا آه لانه المؤمن وعلاقته مع الخطيه مهمه جدا لان واحده من بركات الخلاص ان الخطيه لن تسودكم فهنا بيقول لي في روميا 6 ايه بيقول لي فماذا نقول ان ابقى في الخطيه لكي تكثر النعمه حاشا نحن الذين متنا عن الخطيه يبقى انا لما قبلت المسيح انا مت عن الخطيه كيف نعيش بعد فيها انا ممكن اسقط بس ده استثناء وليس قاعدة يعني السقوط في حياة المؤمن استثناء استثناء وليس الحياة آآ آآ طبيعية. كلها الحياة الطبيعية الحياة الطبيعية نبقى عايش مع الرب في نصرة لكنه كيف نعيش بعد فيها الاستثناء حضرتك تقصد اللي هو الكعبله دي الكعبله اه يعني عشان كده بيقول ان سقطت اقوم لا تشمتي بي عدواتي ان سقطت ايه اقوم يقول بعد كده أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع اعتمدنا لموته فدفننا معه بالمعمودية للموت حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة زي ما المسيح قام من بين الأموات إحنا أيضا مدعوين لكي نسلك في الحياة الجديدة لأنه إن كان كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصير أيضا بقيامته عالمين هذا أن إنسانا العتيق قد سلم معه ليبطل جسد الخطية كي لا نعود نستعبد أيضا للخطية لأن الذي مات قد تبرأ من الخطية فإن كنا قد متنا مع المسيح نؤمن أننا لا يسود عليه الموت بعد لأن الموت الذي ماتوا قد ماتوا للخطية مرة واحدة والحياة التي يحياها فيحياها لله وده لازم في 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 أكثر من كلمة هنا دايما نقولها يعني اعتبره كونسيدر اعتبر نفسك انك قمت مع المسيح فكر باستمرار ان انت قمت مع المسيح قيامه المسيح ليست مناسبه بنحتفل بها مره في السنه قيامه المسيح هي كل يوم احنا بنعيش هذه القيامه وعلى قد ما انا بيمتلكني هذا الايمان ويمتلكني هذا الفكر ويمتلكني هذه الحقيقة على قد ما أنا بعيش حياة انتصار وغلبة وقوة في حياتي، على قد ما أنا بنساها وعلى قد ما أنا آآ آآ ببقى مضغوط وتارك لهموم الحياة تضغطني و... و... واليأس يستولي علي على قد ما أنا ببقى محبط وفاشل وفشلان وتعبان في حياتي الروحية، فأول حقيقة إنه إنه لازم قيامة المسيح اجعلها تمتلك فكري وقلبي. انه انه المسيح حي والمسيح معايا والمسيح موجود معايا بيسميها البعض ممارسه حضور الله يعني الله معايا في كل مكان وانا في البيت معايا وانا في الشغل معايا وانا في الكنيسه معايا وانا مع اصحابي معايا اقدر اعيش المسيح الحي المقام في حياتي باستمرار. لكن الحاجه الثانيه كمان النص الثاني اللي بي يعني جه الى ذهني هو في كورنثوس الاولى 15 وده يعتبر اصحاح القيامه م. يعني النص اللي بيتكلم كله عن قيامه المسيح لكن جه في نهايه في نهايه الاصحاح وقال لنا ايه وقال لنا اذا يا اخوتي يعني انا انا قدمت لكم كل الحقائق ما ينفعش المسيح يبقى مقامش. ما قامش ما ينفعش المسيح قام م. ولانه قيامه المسيح اساسيه وجوهريه وضرورية لايماننا والغفران خطايانا وقدم براهين كتيره بولس الرسول في كورنثوس الاولى 15 على قيامه المسيح وربطها بقيامتنا احنا وربطها بالمجيء الثاني كل الحقائق دي كويس لكن جه في الاخر حب يشجع المؤمنين يقول لهم ان قيامه المسيح ليست مجرد حقيقه تاريخيه بنقبلها بس لكن قيامه المسيح بتغير فينا قيامه المسيح كحقيقة لابد أنها تدفعنا للأفضل وللحياة الإيمان أكتر وللشهادة المسيح أكتر فقال لهم إيه؟ لهم إذا يا إخوة الأحباء بعد الكلام اللي أنا قلته ده كله ليكم إذا يا إخوة الأحباء كونوا راسخين كونوا راسخين, راسخين و وراسخين على أي أساس؟ راسخين على أساس أن المسيح قد قام وإنه قيامة المسيح حقيقة تاريخية لا يمكن أبدا أنه تتهز قيامة المسيح المسيح قام من بين الأموات حقيقة مادية تاريخية في يوم وفي ساعة معينة في التاريخ قام المسيح منتصرا من بين الأموات فكونوا راسخين غير متزعزعين مش أي حد يجي يقول لك أي حاجة زي ما هنا في كرونسوس الناس إيمانهم يهتز بل كو غير متزعزعين مكثرين في عمل الرب اذا كان المسيح بقى قد قام فلابد ان انا اكثر في عمل الرب ليه لان انا بعمل مع اله حي اله مم. حي مم. وانا باكثر في عمل الرب انه اعيش لاجله انه اصنع ك... ك... كما دعاني ان اصنعه مم. اني اخدمه بكل امانه اني اكون مكثر في عمل الرب اكون مسيح تغير على الأرض مكثرا في عمل ربه وكما كان الرب يسوع يقول ويصنع خيرا أنا كمان كمؤمن العالم بيحتاج أن يرى يسوع فيا أكثر في عمل الرب وعشان كده الكنيسة الكنيسة كل الأعمال العظيمة اللي في العالم عملتها الكنيسة يعني يعني مين اللي فكر في المستشفيات فكرة المستشفيات طلعت من الكنيسة مم؟ فكرة الملاجئ طلعت من الكنيسة الرعاية فكرة المسنين. الرعاية للمسنين طلعت مم؟ من الكنيسة فكرة حتى افتقاد المساجين وزيارتهم طلعت من الكنيسة دار الأيتام. فكرة دار الايتام طلعت من الكنيسة. فكرة الصليب الاحمر طلعت من الكنيسة لا لم يخرج من أي ديانة أخرى هذه الامور المهمة المكثرة في عمل الرب حتى للبعيدين إلا من الايمان المسيحي ليه لانه المسيح حي قام من بين الاموات عشان كده الكنيسه كانت بتعمل ومكثره في عمل الرب. مكثرين في عمل الرب كل حين كل حين عالمين وده بقى الجزء م. انه انه لان المسيح حي ولانه هو هيدين الاحياء والاموات وهو هيكافئ الكل، عالمين ان تعبكم ليس باطلا في الرب. م. انه لانه هو حي هو شايف هو عارف هو عارف انت بتعمل ايه من اجله، هو عارف انا بعمل ايه من اجله. وعشان كده لا نفشل، ممكن الناس ما تشكرناش، ممكن الناس اه تبقى ناكره للجميل، ممكن الناس اه يكون رد فعلها زي ما عملوا مع المسيح بعد لما كان شفى مرضاهم واقام موتاهم و واشبع جياعهم هم الناس اللي قالوا له يصلب يصلب. كويس؟ فردت الجميل بجفاء لكن لا يهمنا ليه؟ لانه عالمين ان تعبكم ليس باطلا في الرب امين امين يا يعني دكتور اشرف قيامه المسيح الكلام عنها كثير وامتيازات القيامه لا تحصى كل يوم هنختبر ونكتشف امتيازات في القيامه عظيمه جدا كتير ناس بتفقد اللي فقد اب اللي فقد ام اللي فقد اخ اللي فقد صديق اللي فقد ايا كان موقعه بس كان قريب من قلبي كان بيسمعني كنت بتكلم معاه كان بيديني ودنه كان بيهتم بيا من, من من امتيازات القيامه انه الهنا حي ولا هو بيكبر ولا بيشيخ ولا بيجري عليه الزمن ولا شعره بيشيب ولا سمعه بيتقل زي جده ولا الحاجات دي لكن معنا كل الايام الى انقضاء الظهر يسمعنا ما هو قائم ما هو موجود ما هو حي يرسل ضعفتنا طبعا يحس بينا وبألمنا وبأوجاعنا في الليل والنهار ما بينامش ما بيريحش ما بيكبرش ما بيمرضش ما عندوش الكلام ده. فده امتياز بقى اختم بيه يعني, يعني, يعني انه مم. اعظم امتياز انك في اي وقت في طول اليوم لو قمت الفجر تعبان وبتتألم هتروح له وهيسمعك وهيجاوبك لأنه قائم أمين. لأنه موجود لأنه قام من بين الاموات وعايز يديك الحياه وهو ده السبب لكي يبيد ذاك الذي له سلطان الموت علشانك وعلشاني وعلشان علشان كل مخلوق بشكرك أسيس أشرف وهنكمل أمين. الموضوع هنكمل في الحلقة الجايه اللي, جاي. الحلقة اللي جاي. عارف آه. في لسه الموضوع ما خلصش مم. وبشكركم أيضا في كل مكان مشاهدينا ومتابعينا آه وبصلي من كل قلب إن الرب يمنحكم قيامة جديدة في هذه الأيام اللي بنحتفل بيها أترككم في رعاية الرب يسوع المسيح ونتقابل في حلقة جديدة لكم مني كل الشكر آمين